تخيل معايا انك دلوقتي حالا موجود بداخل ثقب اسود عملاق، تعتقد ممكن يكون شكل الكون حواليك ايه وقتها؟ الحقيقة انك مش محتاج تتخيل اطلاقا، لان طبقا لورقة بحثية جديدة فاحنا بالفعل موجودين جوه ثقب اسود عملاق بيحوي كل الكون المنظور من لحظة الانفجار العظيم لحد النهاردة. بلجأ العلماء في الورقة البحثية الجديدة لدليل مرعب جدا ومقنع نسبيا، وهو ان الكون بالفعل لو كانت بدايته نقطة الانفجار العظيم، فالنقطة دي بتكون شبيهة بشكل كبير مع نقطة التفرد او السنجيولاريتي الموجودة في اعماق الثقوب السوداء العملاقة، فانهم بيمثلوا اعلى المناطق كثافة في الهيكل الكوني بكثافة لا نهائية طبقا للمعادلات الفيزيائية. لكن هنا وبالفرضية الجديدة المعتقدة بتظهر اسئلة جديدة ومريبة جدا، لان بافتراض ان الكون فعلا بداخل ثقب اسود عملاق، فهل نفس الثقب الاسود بيحوي اكتر من كون غير الكون اللي احنا جزء منه؟ ولا هنا بتكون نقطة التفرد او السنجيولاريتي للثقب الاسود اللي احنا جواه بتمثل البوابة الكونية لكون موازي تماما لينا؟ علامات تعجب كتير فجرها الفريق العلمي بالورقة البحثية الجديدة، وكشفت عن اسرار غريبة ومريبة بنكتشفها لاول مرة، وكل ده واكتر هنعرفه مع بعض النهاردة. لكن لو بتشوفنا للمرة الاولى ما تنساش الاشتراك في القناة او دعمنا بالسوبر سانكس من زرار القلب تحت الفيديو، واللي فعلا بيدعمنا للانطلاق في رحلات جديدة وعظيمة بين النجوم. ولو استمتعت برحلتنا الكونية ما تنساش اللايك. جاهزين؟ يلا بينا. نظرية النسبية العامة لأينشتاين تعتبر من أنجح وأشمل النظريات الفيزيائية في وصف الكون بكل ما يحويه، إلا أن النظرية بكل معادلاتها بتنهار بمجرد ما تقرب من ظاهرتين في الكون، أولهم فيزياء الثقوب السوداء خاصة المناطق الداخلية منها واللي بتبدأ من بعد منطقة أفق الحدث، أما الظاهرة الثانية فهي اللحظات الأخيرة من حياة نقطة التفرد الكونية العظمى أو الانفجار العظيم، لأن في الحالتين دول بس على مستوى النسيج الكوني بالكامل بتكون الكثافة قريبة جدا من قيمة لا نهائية، وبالتالي وبوضع قيمتهم في معادلات أينشتاين للنسبية بتتحول نتائج المعادلات لقيم غير منطقية حسابيا. ومن اللحظة دي واللي كان من المفترض انها تكون خط احمر بيمثل النهاية لأي محاولة لفهم اتنين من اغرب الظواهر الكونية، اتحول تركيز العلماء لدراسة التشابه الغريب بين الظاهرتين وقدرتهم على تدمير معادلات النسبية اللي صمدت لعشرات السنين. وهنا وصلنا لاكتشاف غريب جدا متمثل في تشابه على مستوى الرياضيات الوصفة للحظة الانفجار العظيم ونقطة التفرد او السنجيولاريتي في اعماق الثقوب السوداء. وظهرت الفرضية الجديدة اللي بتأكدوا بالادلة ان الانفجار العظيم ما هو الا نقطة تفرد خاصة بثقب اسود عملاق بدرجة لا يمكن تخيلها. لكن خلينا نبدأ بالادلة العلمية للفرضية الجديدة، لان اللي هتسمعه دلوقتي هيكون الاغرب على الاطلاق. اولا الثقوب السوداء، واللي ممكن نعرفها بمنتهى البساطة على انها مجرد انهيار النجم على نفسه داخليا نتيجة لكتلته العملاقة، بشرط ان الكتلة دي تكون اكبر من 3 اضعاف كتلة شمسنا، وبعد الانهيار بيتكون عندنا نقطة لا نهائية الكثافة في نسيج الزمكان، ويبدأ يتكون حواليها منطقة بتتسمى بالإيفنت هورايزن او افق الحدث، واللي حرفيا بتكون كأنها حفر كونية عملاقة بميل رهيب جدا بيمثل الجاذبية، ومستحيل اي شيء في الكون انه يهرب منها حتى لو كان الضوء بنفسه. وبالتالي لو كنت بترصد اي ثقب اسود من على مسافة بعيدة نسبيا، فكل اللي هتقدر تشوفه هو مجرد شكل كروي اسود بدرجة لا يمكن تخيلها من غير اي ملامح، وكأنه فراغ كوني من العدم. لكن ركز معايا في وصف الكون ومدى التشابه الرهيب بينه وبين الوصف اللي عرفناه عن الثقب الاسود دلوقتي. فالكون برضو بيملك نقطة تفرد او سنجيولاريتي بالاضافة لمنطقة افق الحدث او الايفنت هورايزن، لان السنجيولاريتي في حالة الكون هي نقطة الانفجار العظيم واللي متفق على انها نقطة بداية الكون بكل ما يحويه من مادة، واللي كانت مضغوطة بدرجات مهولة وبكثافة لا نهائية. فمن لحظة الانفجار العظيم اتكون نسيج الزمان والمكان او الزمكان، وبدأ في التمدد المتسارع والمستمر لحد النهاردة. ونتيجة لان سرعة التمدد الكوني بتتخطى سرعة الضوء بدرجات مهولة، فبيتكون عندنا جدار كوني مستحيل توصل لنا من بعده اي اشارات او حتى صور لمجرات ونجوم ممكن تنشأ هناك في وقتنا الحالي، لأن سرعة تمدد النسيج الكوني اللي هتنتقل خلاله الإشارات الجديدة هتكون أعلى من سرعة الضوء بملايين المرات، وبالتالي مستحيل توصل لنا الإشارات الجديدة بأي حال من الأحوال. ويتكون عندنا منطقة أفق حدث كونية بتبعد عن كوكب الأرض حوالي 16 مليار سنة ضوئية باسم كوزمولوجيكال إيفنت هورايزن. لكن أنا سامعك وأنت بتسأل نفسك سؤال غريب لكنه رائع في نفس الوقت، إن إزاي الكلام ده يكون صح وأنا دلوقتي لو دورت على
أبعد المجرات عن كوكب الأرض، هكتشف إن بيتم رصد مجرات على مسافات أبعد من 16 مليار سنة ضوئية، وبالتالي ده يعتبر أكبر دليل إن الإشارات بتوصل لنا منها عادي بالرغم من إنها بعد منطقة أفق الحدث الكوني. بالرغم من إن السؤال اللي سألته يعتبر رائع جداً، إلا إن حرفياً الصور اللي بنرصدها للمجرات دي دلوقتي هي مجرد صور شبحية، أو بمعنى أصح هي صور ليها من قبل بعدها عننا وعبرها منطقة أفق الحدث الكوني، ومستحيل برضو بأي شكل من الأشكال إننا نعرف شكلها أو حتى إن كانت موجودة حالاً ولا لأ. وهيستمر الضوء المرصود منها يحصل له إزاحة ناحية الضوء الأحمر لحد ما تختفي المجرات وأثرها تماماً عن عيون تلسكوباتنا على كوكب الأرض. لكن اللي هتسمعه دلوقتي هيكون غريب شوية، وعايزك تعيده كمان مرة عشان تدركه بمعناه الكوني. فنقطة التفرد أو السنجولاريتي للثقب الأسود هي نقطة كثافة لا نهائية للمادة في نسيج الزمكان نفسه، لكن نقطة التفرد للكون هي نقطة زمنية كان فيها نسيج الزمكان نفسه في حالة كثافة لا نهائية بتحوي جواها كل شيء اتوجد أو لسه هيتوجد في الكون حوالينا. لكن نقطة التفرد مشتركة في الحالتين، إنها بتمثل كل أبعاد المكان في حالة الثقب الأسود أو الانفجار العظيم، لكنها مختلفة في بعد الزمان، لأن السنجولاريتي للانفجار العظيم أو الكون كانت موجودة في ماضي أبعاد المكان، في حين إن السنجولاريتي للثقوب السوداء بتكون موجودة في مستقبل أبعاد المكان للثقب الأسود. وبالتالي كون الثقب الأسود بداية من السنجولاريتي لحد منطقة أفق الحدث هو عكس الكون المنظور في شكله اللي بيبدأ من نقطة الانفجار العظيم، أو بمعنى أصح لو كان الكون موجب الاتجاه ففي الحالة دي يكون الثقب الأسود سالب الاتجاه. لكن ازاي نقدر نخلي الثقب الاسود مشابه في الاتجاه للكون المنظور؟ الحقيقة ان لو السؤال نفسه غريب شوية فالاجابة هتكون اغرب بمليون مرة. فزي ما قلنا ان السنجولاريتي للثقب الاسود موجودة في مستقبل ابعاد المكان، فكل المطلوب دلوقتي اننا ننقل نقطة السنجولاريتي جوا الثقب الاسود لماضي ابعاد المكان، وبالتالي يكون الثقب الابيض هو المعاكس لاتجاه سريان الثقب الاسود، وساعتها يتكون عندنا حلول منطقية لمعادلات اينشتاين على عكس الثقوب السوداء، ويكون فعلا الشكل الداخلي لكائن عايش بداخل الثقب الاسود او في حالتنا دلوقتي الثقب الابيض بيمثل فعلا نقطة تفرد كونية منطلق منها كل المادة لاتجاه الخارج. ولما نيجي نقارنها بشكل الكون المنظور هنكتشف انها مطابقة تماما للشكل المخروطي للكون، بداية من نقطة التفرد الكونية لكون ممتد بشكل متسارع ومستمر في وقتنا الحالي. ويكون صعب جدا اننا نميز ان كنا فعلا بداخل ثقب اسود مقلوب او ثقب ابيض، ولا في الكون الرئيسي اللي بيحوي أكتر من ثقب أسود مقلوب جواه. لكن الفرضية ما وقفتش لحد هنا، فالفريق العلمي بدأ يقارن بين البيئة الداخلية للثقوب البيضاء وبيئة الكون المنظور، واكتشفنا اختلافات غريبة جدا، أولهم إن الثقب الأبيض بيتكون من مزيج نقي من الزمان والمكان من غير وجود أي شكل من أشكال المادة، وبيكون شبيه بمحيط غير مستقر بأمواج كونية عملاقة، ويكون شكله الداخلي في أخطر أوضاعه كل ما تقرب من نقطة السنجولاريتي. لكن الكون المنظور بيمثل العكس تماما، فبيكون مستقر بتوزيع متناسق وشبه متساوي للمادة والطاقة على مستوى نسيج الزمكان بالكامل، بتناسق أكبر في المراحل الأولى من لحظة تمدد نقطة التفرد الكونية أو الانفجار العظيم، وده بالإضافة لشكله المسطح بدون أمواج كونية عملاقة على عكس الثقوب البيضاء أو حتى الثقوب السوداء. لكن في الحقيقة كل الملاحظات دي مش هتكون واضحة لأي كائن حي موجود جوه ثقب أسود مقلوب أو حتى ثقب أبيض عملاق، بمصدر تغذية بالمادة مستمر للكون وتمدد متسارع ومستمر لحد ما نوصل لمنطقة أفق الحدث للثقب الأبيض واللي بيمثل الكون اللي احنا فيه دلوقتي، واللي غالبا هيكون الوصول ليها صعب نسبيا نتيجة للتمدد المتسارع في كل اتجاه، واللي هيمنعك من عبور الثقب الأبيض بشكل كامل، لأن زي ما قلنا من شوية إن الكوزمولوجيكال إيفنت هورايزن هو الجدار الكوني اللي بيمنعك من العبور بكل الطرق الممكنة، ما عدا إنك تقدر تتخطى سرعة الضوء بآلاف المرات أو تتخطى سرعة تمدد الكون، واللي غير ممكن لحد اللحظة دي، ويعتبر تخطي صريح على أهم القوانين والثوابت الفيزيائية بتدميره لمبدأ السببية. الحقيقة إن الفرضية دي تعتبر من أغرب الفرضيات في التاريخ لأصل الكون، بل إنها بتفتح الباب لأكتر من تساؤل غريب جدا. فلو افترضنا إننا بالفعل جوه ثقب أبيض، فلازم يكون على الجنب التاني ثقب أسود، وبالتالي قد يكون بالفعل الطرف اللي موجود فيه الثقب الأسود بيحوي كون مشابه للكون اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، في حين إن برضه في عالمنا بنلاقي ثقوب سوداء حوالينا تقريبا في مركز كل مجرة، وده بالإضافة للثقوب السوداء المارقة في أرجاء الكون، وبالتالي
مختلفة طبقا للفرضية الجديدة، فالأكوان كلها بتحوي أكوان جواها وبتكون جزء من أكوان أكبر منها، وكأنها شجرة كونية عملاقة وبتتفرع لفروع أكتر وأكتر بمرور الزمان. لكن يبقى السؤال الأعظم قائم، إن إزاي الحكاية الكونية فعلا بدأت بعيدا عن كل الفرضيات اللي بتفترضها عقولنا البشرية البسيطة من منظورها البسيط على ذرة من التراب بتمثل كوكب الأرض في أعماق الفضاء الكوني الصحيح. وكالعادة مستني أعرف رأيكم في الكومنتات.